شكل تاني. كلمة ونص يوميا على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. يومكم سعيد وزي لبن الحليب، ومعاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. عاوز النهاردة أكلمكم على المزادات. طبعا في ناس مننا بيحبوا يروحوا المزادات يشتروا تحف أو أنتيكات، لكن مع عالم الإنترنت مواقع كتير بتعرض تحف أو حاجات قديمة للبيع عادي. لكن اللي مش عادي نوعية الحاجات اللي بيبيعوها. تلاقي واحد عارض طيارة غريبة أوي، واحد تاني عارض شبح، واحد تالت عارض فردة جزمة، فردة واحدة، واحد يبيع فردة واحدة، واحد رابع بيبيع روحه، وبين البايع والشاري ايه؟ يفتح الله. من الحاجات الغريبة اللي معروضة للبيع كان طيارة حربية من الحرب العالمية التانية، واحد عارض بقايا صاروخ، لكن واحد عارض فردة جزمة وراسه 1000 جزمة انها بتاعت نابليون بونابرت. طبعا لا بونابرت ولا غيره، لكن المدهش انه لقى ناس عاوزه تشتري، ورزق الهبل على الايه؟ على الافتراضيين. واحد تاني عرض شبح قال انه بتاع جده ومعاه عصايه هديه، وشاب عرض روحه للبيع ب6 جنيه استرليني. واذا كان البايع مجنون فالمشتري مش اقل جنون. واحد قال له انا هشتريها بس من غير الجسم، شاب عاطل عرض بيع نفسه وقال انه عنده مواهب في تسليه الاطفال او عروض البلياتشو. واحد ومراته حبوا يوفروا فلوس تجديد البيت، قاموا عارضين جواباتهم الغرامية اللي كتبوها البعض من 20 سنة. وفي زوجين تانيين عرضوا وثيقة طلاقهم. الغريب ان في ناس بتعرض الحاجات الغريبة دي، والاغرب ان في ناس بتعرض انها تشتري الحاجات ديت. وقال ايه يا سيدي؟ رزق الهبل على ايه؟ على الافتراضيين. يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، وكان معاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. وبكرة كلمة ونص، كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني.